اتحاد الجامعات العربية بعقد هذا المؤتمر الهام، هو المؤتمر العربي الأوروبي الرابع في التعليم العالي، والذي ننظمه مع جامعة محمد الخامس واتحاد الجامعات الأوروبية. بداية نهنئ جامعة محمد الخامس بعيد ميلادها 60، وحقا نشكر المملكة المغربية ملكا وحكومة وشعبا وهذه الجامعة الطيبة على هذه الاستضافة الكريمة. هذا المؤتمر بدأنا من عام 2013، حيث عقد المؤتمر العربي الأوروبي الأول في جامعة برشلونة الإسبانية، وثم عقد المؤتمر الثاني في عام 2014 في المملكة الأردنية الهاشمية في جامعة الأميرة سمية، وثم في العام الماضي عقد المؤتمر الثالث، وهذا اليوم يعقد المؤتمر العربي الأوروبي الرابع. كانت الضيافة الكريمة، ويشارك فيه الكثير، حوالي 200 رئيس جامعة عربية وأوروبية على مدار 3 أيام. يتم مناقشة الكثير من الأمور المتعلقة بالتعليم العالي، وخاصة التدريس والتعليم والشهادات ثم البحث العلمي ومشاكل البحث العلمي والتحديات التي تواجه الجامعات العربية في مجال البحث العلمي، وثم تنقل الطلاب والأساتذة ما بين الجانب الأوروبي والجانب العربي، وثم الاعتراف بالشهادات العربية في الجامعات الأوروبية، وثم التعاون في مجال المؤتمرات وندوات ورشات العمل. بعد هذا المؤتمر يكون هناك توصيات إن شاء الله توزع على الجامعات العربية، ويكون هناك في تعاون مثمر بين الجامعات العربية والجامعات الأوروبية، وخاصة في مشاريع الأبحاث المدعومة من الاتحاد الأوروبي في هذا المجال. تلعب المملكة المغربية دورا هاما حلقة وصل بين القارة الأوروبية والقارة الأفريقية، وكذلك ما بين المغرب العربي والمشرق العربي في هذا المجال. أتمنى لهذا البلد الطيب كل التوفيق والنجاح والازدهار، ولجامعة محمد الخامس كل التوفيق إن شاء الله.